هذه المرحلة تنبت أوف أينمال. هذه طبعا مرحلة مرحلة من مراحل النمو في الضفدعة المنزلقة، وهذه هي لما تكون مكتملة، هاي لما تكون مكتملة، وهذه لما تكون هلا معها، وهذه لما تكون لسه غير مكتملة شكلها زي السمكة مع ذيل. هذا السكتاي هذا اللي هو السكتاي فرق الضفدع المنزلق. وايضا هي اوف ذا سيست اوف هي يا طبعا من اوف هي على هذه المراحل مختلفة، وهذه مكتملة.